أقيم تحت رعاية سمو اللواء ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مساء اليوم في قاعدة عيسى الجوية حفل استقبال وتكريم لعدد من المشاركين في مجموعات قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد أناب سموه اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي لاستقبال وتكريم مجموعة قوة الواجب الخاص. وخلال الاستقبال قام نائب قائد الحرس الملكي بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية. حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين.